السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقائي، قبل أي شيء عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. توجيه من مديرية الأحوال المدنية إلى المواطنين بشأن البطاقة الموحدة. وجه مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي بمراجعة المواطنين ممن لديه تأشيرة وفاة، زواج، بيان ولادة، طلاق بدون حجز مسبق إلى دوائر البطاقة الوطنية، وذلك من أجل تخفيف الجهد عن كاهل المواطن وتبسيط الإجراءات لهم. أضاف البيان: صفحة مديرية شؤون البطاقة الوطنية تستقبل أي استفسار منكم على رابط الصفحة الذي سوف أتركه لكم في وصف الفيديو.